سلام بنات، مرحبا بكم في فيديو جديده وماسك جديد. الماسك تاع اليوم حيعجبهم بزاف الحال اللي عندهم البشره الحساسه والبشره الدهنيه. حاجه الاولى اللي نبداو بها، نورمالمون راكم حافظين الدرس، ما تنساوش الاشتراك في القناه. هذه راكم تشوفوا هذه الحمراء اللي ماهمش مشتركين تلقاوها لتحت، تعبزوا عليها تولوا مشتركين. وهذه هي اللي ماهمش دايرين لاكلوش، غير نحط لكم فيديو جديد تجيكم التنبيه ولا الاشعار بلي اني درت لكم فيديو جديده، وهكا تشوفوا تستفيدوا من هاد الماسكات وهاد المحتوى. الو الماسك تاعنا تاع اليوم كما قلنا في البدايه تاع الفيديو موجه اللي عندهم بشره حساسه ودهنيه جينيرالمون، يعني عامه اللي عندها بشره دهنيه يكون فيها بزاف مشاكل. انا البشره تاعي جد حساسه وجد دهنيه بصح ما تبانش. علاش؟ باسكو نلتها بزاف بها، نقوم بها وننظفها باستمرار وما نعجش على لي ماسك وعلى لي غوماج، توجور نديرهم زوج خطرات مرتين في الاسبوع. يعني اليوم هاد الماسك علاش راني حنديره لكم، كاين بزاف بنات تلقيت التعليقات تاعهم والرسائل تاعهم سورتو في انستغرام، نخليه لكم هنايا يعني اللي ما يتبعني في انستغرام، باللي دخلوا من العطله تاعهم لي فاكونس، كاين بزاف اللي تحرقوا، كاينين اللي تلمو ياكلوا نيمبورت كوا والقليان والفاست فود ديتو نض لهم الحب. انا وحده كي ناكل بزاف شوكولا ناكل بزاف مقلي ينوض لي الحب. والبروبليم تاعنا حنا اصحاب البشره الدهنيه سيكو كي نوض لنا هذاك الحب يقعد لنا الاثار تاعو تما لي سيكاتريس داكني، دونك لازم نخلصوا منهم بطريقه طبيعيه وتانيك بطريقه فعاله وسريعه. باسكو ما قعدتناش على رونتري، كاين بزاف بنات حيدخلوا يخدموا، كاين بزاف بنات حيدخلوا يقراو، كاين بزاف بنات اللي حيكون الدخول الاجتماعي تاعو الايام الماجيه ان شاء الله. دونك البنات اللي عانوا من الحروق، الحروق تاع الشمس تالمون برونزا وبزاف كيما انايا، انا خلاص اني تفحمت سي بون، عطيت لي خطره وحده نروح فيها للبحر ونغلق موسم الاصطيافي لسنه 2022 خلاص سي بون شبعت. دونك عامين ما عمتش برد تجنوني هاد الخطره، ما خليت بيسين ما خليت بحر، خلاص دوك انا حنحكي لكم شتو ديك، انا غير كنت نلقى روحي خلاص. قلت لكم البنات قالوا لي كي كنا بزاف في الفاكونس مع الشميسه البحر لا بيسين كرهم البرونزاج، ولا راهم حابين يخففوا اللون تاع البرونزاج تاعهم، ولا محابين يوحدوا اللون البشره تاعهم كاريمون، وعندهم مشكل واحد اخر انهم بشرتهم حساسه، والمشكل الثالث عندهم بشره دهنيه وخرجوا لهم لي بوطه، خرج لهم لاكني وقعد لهم لي سيكاتريس داكني الحب شباب وقعد له الاثار تاعو، يعني ديجا هذا مشكل اللي يعانوا منه بزاف بنات. دونك حنا في هذا الماسك تاعنا اللي في المكونات تاعو الشوفان، مايزين النشاء، العسل، ولا فيتامين سي، تقدري ديريه تقدري تتخلي ولا تستغني عنه. دوك انتيا والبشره تاعك اذا كانت حساسه بزاف ما ديريش، اذا راكي حابه يعني تسرعي في الطبيعه باسكو الفيتامين سي ثاني كلاكسيسون مبيض معروف، حنا توجور نديروه باش علاش انا تلقاني دائما في لي ماسك تاعي نحب ندير الليمون، نحب ندير القارص، نحب ندير البرتقال، نحب ندير طماطم، اي حاجه فيها لا فيتامين سي، ولا ندير لا فيتامين سي سيروم، ولا ندير هذيك التونر تاع بيكسي تاع لا فيتامين سي، على خاطرش تانيك لاكسيسون يعاون باش يبيض وتانيك يقتل البكتيريا، يعني مطهر ومبيض. سي بوغ سا نحب نستعملو بزاف الماسكات تاعي. البنات اللي تحسس بزاف لا فيتامين سي سواء جربي كميه قليله هنا على وجهك ولا تستغني عليه. وشنو هاد لي ماسك البنات؟ اشاك فوا نقول لكم الماسكات الطبيعيه ولا المقشرات الطبيعيه لازم دومي عليها. كاينين دي ماسك كيما الماسك تاع الخطره اللي فاتت واللي قبلو تشوفي الفرق النهار الاولاني، بصح باش تشوفي الفرق مليح دومي، لازم دومي. كي نقول لك زوج خطرات في الاسبوع لازم تحترمي، ماشي ديري خطره من بعد تقولي عييت ما تعاوديش على شهر ولا على شهرين، نو باش تلقاي نتيجه. مام البشره تاعك تتغضى تحسيها باللي راهي هيلثي، يعني تحترمي القانون، قانون الماسكات انتفيري. قلنا زوج خطرات زوج خطرات، ان شاء الله يعجبكم. لبالي هذا الماسك حيعاون بزاف بنات، باسكو هذا الماسك
نديرو من زمان ملي كنت نقرا في الليسي تاع شوفان. معروف معروف معروف، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاد الماسكات اللي نحطهم لكم. وكيما نقول لكم توجور البنات، خلوا لي رايكم في التعليقات وقولوا لي واش راكم حابين نشوفوا لا بروشان فوا. انا خلي ما قاعده نقول لكم نحبكم بزاف، يلا بروشان باي. المكونات تاع الماسك ديالنا: شوفان، نشا ولا مايزينا، عسل حرة، فيتامين سي. اللي ما تحبش ديال فيتامين سي تقدر تعوضه بكمية كبيرة من العسل الحرة. سامحوني على الصوت ديالي، نخلطه مليح كما قلت لكم. اللي ما تقدرش ديال فيتامين سي تعوضه بالعسل. نابليكيوه على الوجه تاعنا وتكون البشرة تاعنا نظيفة وتكون ناشفة، جافة ونظيفة. نديروه في الرقبة، نديروه في الوجه تاعنا، نخلوه من 15-30 دقيقة حتى 40 دقيقة عادي. نستعملوه مرتين لثلاثة في الأسبوع. داوموا عليه ما تنسوش. بيزو.